السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأساتذة، تحية تربوية، تحية لأعضائنا في مجموعة التكوين المستمر على مجموعة الواتساب المغلقة، أو للمتتبعين على صفحتنا في الفيسبوك، أو للأساتذة الذين يتابعون على قناتنا في اليوتيوب. إذن سوف نبدأ ونشرع في مناقشة مادة النشاط العلمي كأحد مكونات الامتحان المهني، وإن شاء الله نبدأ بمناقشة المواضيع أو تدرج المواضيع عبر المستويات. وقبل أن أبدأ فلا بد أن أشير أو أن ألتمس من الأعضاء ديال المجموعة وكذلك المعجبين بصفحتنا إلى الاشتراك في قناتنا في اليوتيوب. إذن المواضيع التي تخص مستوى واحد فقط هي الصوت، تخص المستوى الثاني، تصنيف الحياة الفقرية المستوى الرابع، الخلائط والتوازن المستوى الخامس، الفلك والضغط والطاقة المستوى السادس. إذن هذه مواضيع تدرس في مستوى واحد فقط، مواضيع تدرس في مستويين، الحواس المستوى الأول والثاني، كذلك الزمن المستوى الأول والثاني، التنفس المستوى الأول والثالث، والحرارة في المستوى الرابع والمستوى الثالث. إذن هذه مواضيع، حواس والزمن والتنفس والحرارة، مواضيع تدرس في مستويين. مواضيع تخص 3 مستويات: الضوء يدرس المستوى الأول والثالث والخامس، الكهرباء يدرس المستوى الثالث والرابع والسادس، حالات المادة تدرس المستوى الثاني والثالث والرابع. إذن هذه مواضيع الضوء والكهرباء وحالات المادة تدرس في 3 مستويات. مواضيع تخص 4 مستويات هي الماء والطبيعة، تدرس في الأول والرابع والخامس والسادس، والتوازن والتكاثر تدرس في المستوى الأول والثالث والرابع والخامس. إذن الماء والطبيعة والتوازن والتكاثر تدرس في 4 مستويات. مواضيع تخص 5 مستويات هي الحركة والتغذية، تدرس انطلاقا من المستوى الأول إلى المستوى الخامس ابتدائي. ويمكن إجمال أو تلخيص ما تم ذكره في هذا المبيان أو في هذا الجدول، وذلك ب التغذية والحركة. يعني هذا اللون الأصفر هو يخص 5 مستويات من الأول إلى الخامس، وهي مواضيع التغذية والحركة. اللون الأزرق 4 مستويات للماء والطبيعة في الأول والرابع والخامس والسادس، التوازن والتكاثر كذلك بالأزرق 4 المستويات الأول الثالث الرابع الخامس. اللون الأخضر يخص 3 مستويات الأول والثالث والخامس بالنسبة للضوء، حالة المادة كذلك 3 مستويات الثاني والثالث والرابع، والكهرباء كذلك 3 مستويات الثالث والرابع والسادس. بالنسبة للون البرتقالي 2 مستويات، الحواس والزمن تدرس في الأول والثاني 2 مستويات، التنفس في المستوى الأول والثالث كذلك 2 مستويات، والحرارة في الثالث والرابع 2 مستويات. بالنسبة للون الأحمر فهو يخص موضوع يعني التي تدرس في مستوى واحد، الفلك والضغط والطاقة تدرس في السادس فقط، تصنيف الحالة الفقرية في الرابع فقط، الخلائط في الخامس فقط، الصوت في الثاني فقط، والتوازن في الخامس فقط. ولا بد أن أشير أن هناك تداخل ما بين هذه المواضيع، تداخل بين المواضيع. فمثلا هنا التربة ممكن تدرس في المستوى السادس، ممكن أن تدخل في المجال ديال أو في الموضوع ديال الماء والطبيعة، كما أن في المستوى الثاني هناك النباتات وكذلك النمو عند الإنسان والحيوان، فأين سوف يتم إدراجها؟ هل ندرجها في المجال ديال التغذية، أم ندرجها في المجال ديال التوارد والتكاثر؟ يعني كاين واحد التداخل بين المواضيع، ويبقى هذا مجرد اقتراح واجتهاد مني، وسنناقش إن شاء الله، وأطلب وألتمس من الإخوان أن يعطوا إضافاتهم واقتراحاتهم وانتقاداتهم
لهذا العمل، وشكرا على تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.